فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي جار نصراني دائما ما ألتقي به أثناء الدخول والخروج من المنزل، فهل يجوز لي أن أبتدئه فأقول السلام عليكم؟ لا، لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. نعم. ثم يقول: وهل يجوز لي أن آكل من طعامه إذا دخلت إلى منزله فقدم لي طعاما؟ لا بأس، إذا كان ما في شيء محرم لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود فلا، وأجاب دعوتهم، لا بأس بذلك، إلا إذا كان فيه مادة محرمة لا.